باول حلقه من برنامج ترند تاج. اسم البرنامج غريب شويه مو؟ اكو شيء بمواقع التواصل الاجتماعي اسمه ترند، او اكثر ماده فيديويه او صوريه او موضوع منتشر بمواقع التواصل الاجتماعي يندرج هذا الترند تحت هاشتاج. الهاشتاج اللي ما يعرفه هو هذا الرمز، هذا يسموه هاشتاج، يعني هو هذا الاربع شخوط تشوفوها هيجي ومكتوب بصفها شيء معين. خلينا نفوت بالموضوع قبل ونبلش باول فيديو واول فقره ويانا. يلا، اول هاشتاج ويانا اليوم هو عن سياقة المرأة في السعودية. اعرف هاشتاج قديم هذا بس ما قدرت افوت الفيديو اللي موجود بهذا الهاشتاج. قيادة المرأة للسيارة قوية شوي، واذا كنت تسوقين انت السيارة الاولاد ما راح يشوفونك، ما راح يتحرشوا فيك. الحين اذا سكت السيارة يعني ما راح يتحرش. انا اول واحد باجي اتحرش في بناتي اذا ساقوا سيارة، والله لا تحرش. لا بشرفك، لا والله لا تحرش، بالله عليك لا اعقل، والله لا تحرش يا ول، لا تفضحنا يا ول. اخي ما ينفع معها، وخ وخ وخ. يعني قاعد وحدك مشغل اضاءة الوان الطيف 70 وده تصور نفسك من اللابتوب وتقول ما ينفع معاها، وخر وخر وخر. ما ينفع معها، وخ وخ وخ. وفوق كل هذا تايتل البرنامج يطلع المذيع جيوم المصور برهومي. مذيع والمصور برهومي زين، واللابتوب اللي صار منخل مصور برهومي. شايفين لما ترجعون للبيت وانت جوعان كلش وتلقى تريد البامية قدامك او التشريب او اي اكلة كانت وتدوس بيها وتاكل تاكل تاكل الحد الانتقام، بس شنو بهاي الحالة ما تقدر تقوم تغسل، جبت لكم مغسلة متنقلة. خلنا نتفرج. شعب 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 هذا الله خير. يلا حضرتك تنين ماي، منو لاعب بأم الإعدادات مالت المريء مالتك؟ ها؟ لا ذبة 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 بعد بعد عمي كله، مو زين عليك، مو زين على مالتك. لا عفو. لك شعوفة دولفين هسه يسبح بمعدتك، كائنات برمائية إذا شافت الفيديو هسه قرر تعيش ببطنك. خلصنا هاي الفيديوين، راح ننتقل إلى أول ترند هاشتاج ويانا. شنو تقول للفلوس؟ يعني وجه رسالة للفلوس. أول نوع ويانا اللي يقول لك الفلوس وسخ دنيا، وانت إذا تنفضى ما يوقع منه ربع ملزق. والنوع الثاني اللي هو عنده الفلوس حتى أغلى من أمه وأبوه. وش أحلى بشي في الدنيا، ماما ولا بابا؟ فلوس. لا يا ندل، زين انتظر ابوك يكمل الجملة يا الخسيس. والاب المتفائل مدريش حاطله بالشاي بحيث هو اول ما شرب يجي بحيث لعبت نفسه من اول شفطة. فعزيز الوالد حقا من نطاكاها بالقصة، ش حاطله بام الشاي هاي، اقدر اسميها اسرع انتقامة بالتاريخ. اما النوع الثالث يجيبهن منا طيرهن منا مضيع المشيتين. هاي لما تحاول تشيل اكم فلس وتوفرهن لليوم الاسود يطلع لك موضوع صفح يفلش ام المستقبل والتدبير والتبذير والتفكير بحيث اخر يومين بالشهر. فقر دم، جفاف مادي حاد، نقص بالمادة الورقية والمعدنية بالمحفظة بحيث شنو الالف تقوم تشوفها دفتر. اما من توصل يوم 30 تستلم الراتب تدب الحياة بالمحفظة مالتك شوية يرتفع الدبل وتحس انه تعب الشهر كله راح عنك، بس فجأة فيك نزل معاه شل معاه شل معاه شل معاه شل معاه شل شنو؟ يا اخي بس تستلم الراتب دق 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 ايجار دق 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 انترنت كهرباء اقساط، يعني ما يخلوك تتهنى بام الراتب. وهسه خلينا نتحول الهاشتاج ثاني اللي هو يقول اكثر كلمه تحب تسمعها من الحب. لك هلا اجى دور الحبكيه، اجى دور الزواحف، اجى دور المغازلكيه. ما اقدر اعيش بدونك، نحبس
وتفيس. شايف من صديقك توا فايت علاقة حب وصاير زي السكين في الحليوة وتجي تسأله شلون الحب؟ لو تجرب الحب يخلي الصدر ينتك. يعني تبي تقولي انك حبيت؟ لاحظت تعابير الوجه؟ يعني تبي تقولي انك حبيت؟ لا حبيبي ما دا يحب، دا يجرب احساس الوحشتيني. طول عمري بخاف من الحب يما، وصرت الحب يما، وظلم الحب لكل اصحابه. بس اقوى تغريدتين شفتهم على هذا الهاشتاج فظيعين. عاطفية مثلا قول روحك تشم، روحك تشم، حتيجي تطيق من راحة امك. رضى الله عليك وراحتك من راحة امك، تبرى الهموم بلمسة بس من راحة امك. خذ من كلامي بعض حكي وعبره، ومن زمن غيرك اخذ معنى وعبره، وطاريها ليجب ذمتك ما تخنقك العبره. شوف حولك وش بقى من راحة امك؟ نقتنا العبره والله عليك. الله عليك، ماكو شيء لراحة امك، ماكو شيء حولك. ظلام البيت، ظلام البيت ما نور من بعدك ولا يوم، ولا يوم. ظلام البيت ما نور من بعدك ولا يوم. عسى ما خطيت بحقك يا يمه، ولا يوم، وعيني ما وقف منها الدمع ولا يوم. صحيح بعد ما اقدر اناديك يا يمه ولا يوم. الله عليك، صح الله وصانك. الله يحفظ امهاتنا جميعا يا ربي، ويصبر كل من فاقد امه ويرحمها ويسكنها الجنه يا رب. اسف لكل من فاقد امه، بس كنت لازم اخذ هذا الفيديو. انا اعرف هوايه ناس من يوصل لعمر معين حتى يستحي يغازل مرته او يبادلها شعور الحب ويحسون هذا الشيء عيب. لا بالعكس، الحب الحقيقي هو كل ما كبرنا يكبر ويانا. بهذا الفيديو راح نشوف الوفاء الحقيقي من زوج لزوجته. بلاي. انا عشت مع زوجتي ملك، الله يرحمه. كنت طفلها المدلل اللي مدللتني، تطلع وياها الصبح، كل يوم الصبح نمشي نلف المنطقة نعمل رياضة. فلما زوجتي صار لها الحادث وانشلت، كنت أحطها على الكرسي، ما قطعت العادة. أنت تحطها على الكرسي؟ أشيلها، حتى الحمام أشيلها، أروح أدش تحت الدوش أسبحها على الكرسي وامشي وياها، دزها لف المنطقة. 11 سنة نمت على الزوليين، وهذا مو عيب وليس في افتخار، لأن هذا واجب. ليش نمت على الزولية والد؟ لأن الواجب أنك تأدي واجبك كزوج، كرجل مو كذكر. قلت لك حتى لما كانت تظن أني أعطف عليها، أقول لها إذا تعتقدين أني أعطف عليك أنت غلطانة، لأن أنا قاعدة أدي واجبي. هذا كله مو حب أبو علي. شوف الحب، إذا قلت حب قللت من شانها. الله. هذا الحب اللي كان عندي هي نمته بعطائها ليكون عشق. الله، شفتوا المشاعر الحقيقية؟ والله فيديو من أروع الفيديوهات اللي شفتها. طبعاً فعلاً مشاعر حقيقية وصادقة ونابعة من القلب. ما أعتقد الحب يحتاج لعمر معين أو لازم ينتهي بعمر معين، لازم يكبر طول ما إحنا نكبر. فيا ربي يحفظ أمهاتكم جميعاً ويرحم الموتى ويسكنهم فسيح جناته يا ربي. وآسف مرة ثانية على هذا الفيديو، بس كان لازم أخلي. من الحلقة الجاية راح تقدرون تدزونا فيديوهاتكم وتدزونا مواهبكم وتدزونا أي فيديو تحشيشي أو مضحك حتى نتناوله ونحشش عليه أو ناخذه بطريقة معينة. وحتى إذا كان فيديو مؤثر أو أي فيديو أنتوا تشوفوه مناسب، دزونا إياه على العناوين اللي راح تظهر أسفل الشاشة واللي تلقوها بالوصف مالت الفيديو. دزونا مشاركاتكم حتى تكونون جزء من الفيديو. ومن الحلقة الجاية انتظر مشاركاتكم جميعا. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.